اللاعب الجوكر، الحل المثالي الذي يستخدمه الخواجة السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي من أجل التغلب على النقص العددي في بعض المراكز بصفوف المارد الأحمر، سواء بسبب الإصابات أو بسبب الإيقافات، هو ما وضح في المباريات التي خاضها المارد الأحمر تحت قيادة فايلر مؤخرا. فقد صنع أكثر من لاعب جوكر في صفوف الفريق ساعده على تحقيق الهدف المنشود للجهاز الفني، والتنوع في تغيير طريقة اللعب من طريقة لأخرى داخل الملعب من دون إجراء أي تغييرات على دكة البدلاء، فهو نجح في توصيل هذه النظرية للاعبين باللعب بأكثر من مركز، وجعل هناك جاهزية لمعظم اللاعبين للعب في أكثر من مركز. فايلر يدفع بأيمن أشرف ظهير أيسر الفريق في مركز المساك بقلب الدفاع للحفاظ على التوازن الدفاعي الذي يخطط له فايلر، نجح بالفعل، بل أصبح أساسيا في هذا المركز بلا منافس لأصحاب هذا المركز. أيضا يستخدم الجوكر أحمد فتحي في أكثر من مركز خلال المباريات الماضية، تارة في مركزه الأصلي كظهير أيمن، ثم في وسط الملعب كديفندر، ثم أخيرا لعب في مباراة الهلال السوداني كمساك بجوار رامي ربيعة، أجاد وقام بواجباته في المراكز الثلاثة. فهو لاعب جوكر منذ انضمامه للمارد الأحمر يجيد اللعب في المراكز الثلاثة. جاء دور على المهاري محمد مجدي أفشا صانع ألعاب الفريق الذي شارك لمبارتين متتاليتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني كلاعب ارتكاز وسط مدافع، نجح باقتدار في القيام بهذا الدور. أيضا في نفس الوقت ساعده في قيادة وسط الملعب، نال إشادة كبيرة بعدما نجح باقتدار في السيطرة على وسط الملعب. هناك أيضا النيجيري جونيور آجاي جناح أيسر الفريق الذي يلعب في مركز رأس الحربة، وشكل خطورة على مرمى المنافسين بتحركاته الدؤوبة أو بسرعته ومهارته التي تقلق المدافعين. وهناك تبادل في المراكز بين جناحي الفريق رمضان صبحي وحسين الشحات من أجل تشكيل خطورة وخلخلة لدفاع المنافسين لتحقيق الهدف المنشود بهز الشباك.